تحويشة في بنك. بالمناسبة أنا عجبني جدا استخدام الجمل والمصطلحات الجديدة المتعلقة بمظلات الحماية الاجتماعية، يعني مثلا تلاقيه التكافل وكرامة مثلا، ده طبع وزارة التضامن طبعا، بس الأسماء يعني في تفكير حتى في الاسم، مش بس في المبادرة أو في المظلة نفسها وآلياتها وإزاي ننفذها وفي إجراءاتها وفي حجم ميزانيتها وما إلى ذلك. الأسماء، الأسماء فعلا تشجع وتخليك تبقى مقبل. طيب، المجلس القومي للمرأة أطلق حدث للمحاكاة البنكية أو يطلقها، ويبدأ في القرى غدا، اسمه تحويشة في بنك. طيب تعال نفهم إيه هي تحويشة في بنك دي مع أستاذة إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي ومنسقة مشروع تنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. إيه حكاية تحويشة في بنك؟ اشرح لنا. تحويشة في بنك هي مبادرة عملها المجلس القومي للمرأة تحت مظلة الشمول المالي للسيدات عشان تكسر حاجز الخوف اللي عندهم من التعامل مع البنوك. دايما طبعا عارفين ان احنا السيدات دايما بتخاف تتعامل مع البنوك وبتبقى دايما رهبها وبتلجأ لقنوات غير شرعيه، وطبعا ده بيسبب لها مشاكل هي واسرتها. فكنا علشان نقدر نوصل بطريقه تقليديه معاهم ان احنا نقول لهم ان عندكم طرق ثانيه رسميه وتكون امن ليكم، فكان لازم ان احنا نعمل لهم فكره جديده. بنينا لهم بنك وعملنا محاكاه للبنك ده، وقدرنا ان احنا يعني نستضيف السيدات عندنا. دربنا الميسرات الماليات من خلال بنك شريك على الاجراءات البنكيه، فقعدت الميسرات جوه الاكشاك او الاماكن اللي هي اللي احنا بنيناها على اساس انها البنك المحاكى، وابتدت تعمل نفس الاجراءات اللي بيعملها البنك بالظبط، بس من خلال ان هي بقت الميسره دي هي واحده منهم معاهم زيهم من القريه، لكن هي مدربه على الاجراءات البنكيه. وبالتالي فعلا النهارده كان الاطلاقه بتاعته من بني سويف، وكان الاقبال بتاع السيدات يعني كان غير طبيعي. وبعد ما خرجوا من المحاكاه طبعا كان عندنا انشطه في المجلس كلها ممثله في اكشاك ثانيه خارج المحاكاه، وكان في البنك نفسه بقى بيقدم خدمات حقيقيه. الاقبال على البنك كان غير طبيعي، عايزين ياخدوا قروض، عايزين يفتحوا حسابات، عايزين يصدروا قروض ميزه. فده معناه ان الميسرات نجحت انها توصل الرساله للسيدات وشجعتهم على انهم ابتدوا يلجأوا للخدمات البنكيه الرسميه. يعني كسر حاجز الخوف ما بينهم وما بين التعامل مع البنوك، جربوا انه هذه الميسره مثلا بتصرف مبلغ، هذه الميسره بتفتح دفتر توفير، هذه الميسره بتعمل لهم اجراءات القرض، فبقوا عارفين ايه اللي بيجرى. بالظبط، لان هم كمان بقت الميسره تسالهم انت عايزه تفتحي حساب، عايزه تفتحي ايه؟ انا عندي حساب كذا وعندي حساب كذا وعندي حساب كذا. تقول لها الست طب انا مش فاهمه ايه الفرق ما بينهم، فتقعد تحكي لها، فبقت تكلمها باريحيه. الست دايما لما بتلجا للبنك بيبقى الشعور اللي عند البنكر للاسف بيكون انه حاسس ان دي مش بوتنشال كاستمر، يعني ما هياش يعني حد هياخد فعلا الخدمه حقيقي، فبالتالي البادي لانجوج بتاعه بيكون في الاخر منفر للسيده فبتخاف تلجا له. لكن كانت الميسره بالعكس الابتسامه، وبعدين كانت لابسين نفس لبس البنكرز، وكانوا لابسين حتى المحجبات منهم كانوا لابسين النبيتي بتاع البنك، فكان شكلهم كانهم بنكرز حقيقيين موجودين في البوسز وبيتكلموا معاهم باريحيه قوي. الستات اتبسطت قوي، بقت خارجه من السيميليشن. احنا عايزين نسالها انت عايزه تروحي لانهي خدمه؟ مثلا احنا عندنا 6 خدمات للمجلس القومي للمرأة، يقول لا احنا عايزين نفتح حساب في البنك، انا عايزه اخد كارد. وفعلا كانت الطوابير كانت رهيبه لدرجه ان احنا ان شاء الله من بكره هنوفر كشك تاني او بوش تاني للبنك بحيث انهم يقدروا ياخدوا الخدمات بطريقه اسرع، لانه كان التزاحم كتير قوي على الخدمات البنكيه الحقيقيه بعد كده. وان شاء الله في الفعاليات اللي هننزل فيها بعد كده في المحافظات الثانيه بقى الفيوم واسوان والاقصر وقنا هيبقى فيه عدد اكبر من شكل البنك علشان خاطر يقدر يؤدي الخدمات بسرعه. حتى الورق معاه اللي بيفتح بيه الحسابات والحاجات دي خلصت منه النهارده، اضطر يمشي بدري عن بقيه البوسز بتاعت الخدمات اللي كانت موجوده. ده عمل التارجت بتاعه تالت ومتلت ده. طيب يعني بس خليني اختلف معاكي في نقطه صغنططه جدا يا انجي هانم، انه والله هقول لك انا الحقيقه
بشوف كتير جدا بنوك، سواء اذا كانت بنوك بقى اللي هي بتاعتنا يعني ملك الدوله، او بنوك الاستثماريه والقطاع الخاص، ومش انا يعني سيبك مني، هيقول لك ده اصله المذيع بتاع، سيبك مني خالص. انا بشوف الموظفين وهم بيتعاملوا مع اي مواطن ايا كان شكله وزيه وهيئته وملبسه ووضعه الاجتماعي او وضعه المالي، يعني الحقيقه انا بشوفهم بيتعاملوا بمنتهى اللطف، يعني مش هقول لك لطف اللي هو حبوب يعني كده وقاعد بيدلع الزبون، لا يعني هو محترف جدا، مهني جدا، ملتزم جدا بصراحه. انا بظن ان كانت المشكله، وصححيني، المشكله الحقيقيه ان احنا ل 30 40 سنه حصل عملية تخويف لدى أهالينا في الأرياف تحديدا، وللستات بشكل عام، ويمكن المعيلات والمسؤولات عن أسر وما إلى ذلك، من التعامل مع البنك اللي هو الطريقة بتاعت إيه؟ اوعوا تحطوا فلوسكم بالبنوك لحسن مش هترجع تاني، ده هياخدوا فلوسكم، ده هيضحكوا عليكم، ده هيحط عليك فوائد كتير ومش هتعرف تسدد، ده هيحجز عليك، فأصبح في حاجز ما بين المواطن ده وما بين البنك. وانا بعتقد انه ده كان معمول عن عمد، ومن مش بس الاخوان، كل اللي على شواكلهم الحقيقه، لانه كانوا بيستفيدوا من ده في فتره بقى بتاعه ما تيجي نوظف فلوسك عندنا يا حبيبي، وعندنا هديك فلوس كتير. هو انا اتفق معاك في النقطه دي طبعا، وان في ده عامل يعني يمكن مساعد على العامل الاساسي، بس العامل الاساسي ده عايز اقول لك ان هو تقريبا متواجد مش في مصر بس، ولكن في دول العالم كلها. دايما السيدات بتقابل دايما تحدي لانها تاخد الخدمات البنكيه، وده بيكون للسبب ده، انه دايما هي معروف ان هي ما عندهاش مثلا الضمان، اللي هي مثلا لما تيجي تاخد قرض هيقول لها مثلا انا عايز عندك مثلا يكون عندك ارض، او يكون عندك شقه، او يكون عندك حاجه تضمن ان انت القرض ده لو ما سددتيهوش يبقى ده ضمان. فدايما للاسف هو ممكن يكون مبتسم، لكن البادي لانجوج بتاعه غصب عنه بيطلع بطريقه يعني غير تلقائيه، فبالتالي تقلق شوية. يعني ما في الاخر الست بتوصل لها الشعور ده للاسف. فهي دايما وده مش في مصر بس، ده في العالم كله، دي دراسات فعلا، بسبب ان ليه ده دايما تخوف السيدات بالذات وبالذات الريفيات من انها توصل للبنوك وانها تاخد خدمات بنكيه، يعني دي حاله منتشره جامد جدا. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت، ساعد عليها طبعا طريقه التخويف والترهيب اللي موجوده، كانت طبعا من سنين يعني خلينا نقول برضو ان ستيل لحد دلوقتي بعض في برضو المستفيدين، خلينا نقول المستفيدين طبعا من ان السيدات ما يلجؤوش للبنوك ويلجؤوا لهم هم، ده برضو بالتالي يمكن عامل برضو بيساعد على ان السيدات ما تقدرش توصل لده. ده كمان بالاضافه الى ان ما فيش فروع للبنوك جوه القرى، يعني ده برضو من الحاجات اللي بتصعب جدا على السيدات، ومع قلة الحركة بتاعت السيدات في القرى، لأنها طبعا علشان توصل للبنك لازم تروح المركز، والمركز ده بتركب له بقى توك توك أو ميكروباص، فبيكلفها مبلغ مشقة طبعا وتكلفة. فندم؟ مشقة وتكلفة طبعا طبعا، وتضييع وقت بالنسبة لها، لأنها طبعا المركز ده بيكون بيخدم كذا قرية، فبيبقى زحمة جدا، فبالتالي هي بتقعد طول النهار هناك، وممكن تاخد الخدمة بتاعتها أو ما تاخدهاش. فبتقول في الاخر ايه، طب ما انا اسهل لي اخد اللي عندي في القريه اللي هيديني مثلا، طب معلش ازيد شويه بس اهو امن لي، وفي القريه ولو حصل اي حاجه اللي حواليا ينجدوني، واسمه برضه انا اعرفه من اللي ما بدل اللي ما اعرفوش. لكن احنا جينا بقى ورينا لهم اهو يا جماعه الدنيا سهله وبسيطه، احنا جينا لكم المره دي، تعالوا انتوا بقى المره الجايه، انتوا كل اللي انتوا محتاجينه ان انتوا تيجوا مره تعملوا بس الخدمه، وبعد كده كمان تقدروا تتعلموا تتعاملوا مع الحساب بتاعكم او مع القرض بتاعكم كله بعد كده رقمي، لان احنا كمان الهدف التحويشه هي اساسها هي تحول رقمي، يعني احنا قلبنا كل مجموعه الادخار والاقراض الاليات بتاعته خليناها رقميه، عملنا لها نقله فعلا نوعيه، كل البروسس بقت من خلال موبايل. طب انجي يعني هانم، هل احنا مثلا بنقدم الكارت بتاعها من خلال الموبايل، هل احنا مثلا بنقدم طريقه للتدريب على فتح المحافظ الالكترونيه بتاعه شركات المحمول؟ هل بنقدم برضو تدريب على استخدام التطبيقات البنكيه المختلفه، انه في حاجات ممكن تعملها عن طريق التطبيق مش بالضروره تاخد بعضها وتروح لحد فرع البنك؟ هل بنعمل لهم ده برضو في برنامج الشمول المالي؟ بالاساس احنا عاملين زي توأمه كده ما بين التثقيف المالي والتثقيف الرقمي للسيدات، كويس قوي. فبالتالي بندربهم على ان هم ازاي الاول يحددوا اولوياتهم ويعملوا ميزانيه
ويعرفوا الفرق ما بين القرض الكويس والقرض السيء، اللي هو القرض اللي هيعمل لهم عائد اللي هيقدروا يعملوا بيه مشروع ويعمل لهم عائد، والقرض الثاني اللي هيبقى عبء عليهم لان اشتروا بيه كماليات. صح. ايه ده؟ لا الحته دي كانت مهمه. طيب دلوقتي معاهم كارت ميزه، ازاي يقدروا يدفعوا الفواتير بتاعتهم اونلاين؟ ازاي كمان يحافظوا على الباسورد بتاعتهم؟ ازاي يقدروا بدل ما يدفعوا ثمن المواصله وهم قاعدين في بيتهم يقدروا ياخدوا الخدمه بتاعتهم؟ فابتدينا نعمل الحاجات دي معاهم بقالنا فتره، وفي سيدات كتير قوي استجابت. وبعدين السيدات والفتيات جوه القرى عاملين زي الاسفنجه، اول ما بتديهم اي معلومه بيمتصوها بسرعه، ولو مش فاهمين على فكره ما بيتكسفوش انهم يسالوا تاني. لا انا مش فاهمه قولي لي تاني. لا هم طبعا بيقولوا للميسره الماليه، بيقولوا لها يا ابله، فبيقولوا لها يا ابله قولي لنا تاني. وطبعا الميسره الماليه دي احنا بنستثمر فيها كتير جدا، وبندربها على تدريبات كتير قوي من اول بدايه التخطيط المالي، بنديها كمان تمكين اجتماعي، لانه اول ما بتبتدي الاستقلاليه الماليه للسيده بيحصل معاها عنف منزلي، فعلشان نضمن ان ما يحصلش ده بنديهم تمكين اجتماعي علشان نعلمهم ازاي ان هم بالتدريج يبتدوا يعبروا عن استقلالياتهم الماليه دي، فبالتالي يعني نحاول ان احنا يعني نقلل العنف اللي ممكن يحصل لهم بسبب الاستقلال المالي المفاجئ. صح. ربنا يوفقكم، والحقيقه ان الملف محتاج مننا دايما جهد كبير، يعني خصوصا في مساله ازاي نقدر نحميها من هذا العنف المنزلي. تلاقي واحد قال لي بلاش، يعني اصل هقول ايه؟ طيب سايب مراته هي اللي تشتغل وهي اللي تشقى وهي اللي تتعب. خلينا اول اشكرك انجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي ومنسقه مشروع تنميه الاسره المصريه بالمجلس القومي للمرأة.